سلام عليكم. هذا إهداء حق اللي طلبوا مني إني أصور لهم المباركية. هذا المسجد كبير اللي على يميني، والحين رايح إلى سوق المباركية. لذلك أنا اخترت لكم قصة حصلت هني في المباركية، لكن القصة هذه حصلت في عام 76. مو تقولون جيب لنا القصص القديمة يا أبو طلال، هذه القصة اسمعها. قصة غريبة جدا. تقدمت امرأة سعودية عايشة في الكويت ببلاغ أن بنتها اسمها دخول تم اختطافها في سوق المباركية. طبعا سوق المباركية ما كان بهالشكل هذا، يعني لا، محلات قديمة جدا ومتباعدة. يعني بعد هالبلاغ هذا استنفروا رجال الأمن بشكل كبير جدا، لأن في كذا قضية كانت يعني اللي تعرضوا فيها يعني الصغار في العمر لجرائم، وكانوا يعني عندهم أزمة نفسية رجال الأمن بسبة السالفة هذه. منها قصة ناريمان، اللي والله العظيم كل ما بيقولها قصة ناريمان اللي عمرها سنتين ونص، بنت أردنية حصلت لها جريمة في الكويت، جريمة بشعة جدا، والله ما أدري شلون أقولها لكم، لكن راح أذكرها لكم في وقت لاحق إن شاء الله. المهم لكم الطويلة، هذا سوق المباركية. المرأة هذه تقول أنا جاي هني السوق مع بنتي اسمها دخول، بنتي عمرها 8 سنوات اختفت. طبعا هني قبل كانوا رجال الأمن يوزعون شرطة اللي هم يلبسون لبس رجال الأمن، لكن فوق روسهم اللي هو الشماغ القديم، نفس اللبس الأردني الحين اللي تشوفونه، أو لبس الهجانة اللي موجود في كذا دولة عربية، يلبس غطرة وعقال وعليه شعار الدولة، ولبس يعني من تحت لبس عسكري عادي. فكانوا يسمونهم حرس الأسواق ويسمونهم أمن الأسواق. المهم قعدوا ويدورون على هالبنت، سكروا كل مداخل ومخارج سوق المباركية في ذاك الوقت، أبدا ما عثروا على البنت دخول لآخر الليل. قاموا سووا طبعا بتعليمات وتوجيهات من الشيخ سعد العبد الله، أيامها كان يعني شديد أيامها على موضوع حل القضايا، وأنا كثير ذكرت هالموضوع هذا. فعلا ترى اللي يعرف قصة يعني سيرة الذاتية للشيخ سعد راح يعرف أن رجل أمني من الطراز الرفيع، لكن اللي ما كان يرضى على الغلط أبدا، لازم تحلل الجريمة هذا ولا يصير تدوير ويجيب ضباط جدد ويقلب الدنيا قلاب، لازم تحلل القضية. المهم آخر الليل قالوا فتشوا لي المحلات. الحين البنت ما طلعت من السوق، أول ما بلغت أمها أنها اختفت سكرنا مداخل ومخارج سوق المباركية، خلاص الحين ما في أحد والمحلات كلها سكرت. قاموا سدعوا أصحاب المحلات بالليل، يلا افتحوا لي المحلات محل محل ندور فيه. وجابوا دعم من المديريات الثانية، رجال أمن ومرور يعني كل رجل أمن عشان يستفيدوا منه في ذاك الوقت في عملية البحث. وفعلا فتشوا المحلات محل محل، أبدا ما كان في أثر للبنت. خذوا الأم وودوها إلى مركز الشرطة، قالوا لها فهمينا شو السالفة، متى اختفت، ش كانت لابسة، أنت ايش جابك هني، وين ساكنة؟ قالت أنا ساكنة بالحمدي. بالحمدي ايش جابك إلى سوق المباركية؟ في سوق هناك بالحمدي فحيل وكذا أيامه موجود، ليش جاي المباركية؟ قالت هني غير وكذا، والحين أنا مو وقت الكلام هذا، أبي بنتي. قال أولها خلاص أوكي، زين وين أبو البنت؟ قالت يبقى أنا مطلقة، متزوجة كويتي ومطلقة وعايشة بروحي وبنتي معاي. قالوا ها الموضوع فيه طلاق، يعني عندنا مشتبه اللي هو منه الطليق، عطينا بيانات طليق. حاطتهم البيانات وين ساكن، قالت المكان الفلاني، ويروحون ويلقون القبض عليه. قالوا لا تعال، وين كنت الليلة اللي فاتت هذه؟ قال أنا كنت بالمكان الفلاني وعندي شهود، وجاب شهود عند أخوانه وعيال عمه وجماعته، وقاعد في ديوانية وكذا والكل يعرفه. قالوا له زين وين بنتك دخول؟ قال نعم
قالوا لبنتك دخول وين؟ انصدم. قالوا ايش فيك؟ قال غريب يعني، ليش تسألون عن بنتي دخول الحين؟ قالوا له يا حبيبي بنتك ضايعة ترى من أمس وأمها مبلغة. أو ينصدم، لا أنتم اللي راح تنصدمون بعد. قالوا شنو؟ قال يا جماعة بنتي متوفية صار لها سنتين، وهذه شهادة الوفاة، وهذا من اللي بلغ؟ إيه زوجتي طليقتي؟ قالوا إيه. قال يبا طليقتي هذه مريضة نفسية، ومن توفت بنتها يعني إيه اللي حتى كرهت العيشة معاي وطلبت الطلاق وأنا طلقتها غصب مع أني أحبها، لكن المرأة ما هي راضية تستوعب أن البنت ماتت، والبنت ماتت وفاة طبيعية يعني، وهذه شهادة وفاة والموضوع يعني موثق وفي كل شيء يعني. هني عرفوا أن المسكينة هذه المرأة يعني تعيش في حالة نفسية، ولا والقضية هذه مسجلتها في أكثر من مكان يعني، مرات تروح تسجل في الأحمدي، ومرات تروح تسجل في الجهرة، ومرات تروح الراس اللي هو راس السالمية تسجل قضية. ما هي مقتنعة، هي طبعا ما هي مجنونة، لكن فيها الوسواس تقول لا بنتي إلى الآن عايشة، فأنا بسجل قضية. وأيامها يعني نقل المعلومة كان ما هو بهالسرعة هذه يعني، ما فكان في أجهزة تنقل البيانات لما تسجل قضية مثلا يبين عندهم هني، لا يحتاج إلى ملفات وأوراق يعني، لازم بلاغات والعمليات تقولك إيه نعم كذا. المهم فرايح مسجل القضية في أكثر من منطقة، وكل منطقة ومديرية يبحثون عن بنت ضايعة، إلى أن اكتشفوا من الطليق أن هذه المسكينة تعاني يعني فيها الوسواس وفيها حالة نفسية وكذا، أخذوها وأحالوها لمستشفى الطب النفسي للعلاج. هذه قصة المبارك. يا مرات سبحان الله فعلا الإنسان ما يتقبل الصدمة. الله يحمينا ويحميكم إن شاء الله. طبعا هذه ما هي قصتنا، القصة حصلت في عام 82 في مدينة النعيم في البحرين، مدينة قديمة جدا، فيها واحد يسمونه حج جعفر البناي، هذا شغلته يبني بيوت أغراف وكذا، والناس تطلبه يجي يبني لهم يعني بيوتهم. لكن في ذاك الوقت جت فترة لا اشتغل ولا حط قبابه ولا عنده فلوس، وحالته المادية صعبة جدا. لا وفوق هذا طاحت بنت الوحيدة، عنده 4 أولاد وبنت واحدة اسمها مريم، طاحت مريضة، صار فيها بصفار، وأول الناس تخاف من بصفار يعني، الحين الحمد لله تطور الوضع يعني، بصفار يعتبر مرض ولا شيء، لكن أيامها كان بصفار ترى يقتل، لأن ما حد يعرف له وما حد يعني العلاج كان غير متوفر أيامها، فالناس كانت تلجأ المستشفيات يعني، مثل المستشفى الأمريكي كان قديم جدا، مبني صار له فوق 100 سنة في البحرين وكذلك في الكويت، فكانت الناس تروح له. المهم حجي جعفر ما عنده فلوس حتى يودي بنته للمستشفى، والبنت حالتها الصحية كل ما لا تدهور، والأم قامت تبكي على بنتها، وتكلم حجي جعفر قال لها يا بنت الحلال زين اصبر علي هاليومين، أشوف أحد أشتغل أبني له غرفة حيط شيء، أخذ من الناس فلوس، وأنا ترى علي ديون. لأن أول كان يسوي إذا ما جاء شغل وما صار عنده فلوس يتسلف من العالم، وش يقول لهم؟ إذا صار عندي شغل وبنيت حق الناس أرجع لكم من الأجرة، أرجع لكم فلوسكم. فتكدست عليه الديون ووضعه صار تعبان، وبنته طاحت مريضة، يعني تكالبت عليه الأمور كلها مع بعض. المهم هذا شي يسوي، احتار، تضايق، ما عنده أحد يتسلف منه، ما عنده أحد يعطيه. المهم كانت تقول له يبا زوجته تعال أنت لين الله يسهل لك أمورك وتلقالك يعني شغل أو أحد يجيك، يبا خذ الذهب اللي عندي بيعه، ونبي ناخذ البنت نوديها إلى مستشفى الأمريكي، نبي نعالجها في المستشفى الأمريكي، ما في حل ثاني، البنت راح تموت. قال أوكي. طالع من الصبح ماخذ
ذهب زوجته، وهو طالع ولا وزارة الكهرباء توه حاطت له بلاغ، إذا ما تسدد خلال 3 أيام راح نقطع عنك الكهرباء. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ألقاها مني ولا منك؟ يعني دام سبحان الله المصائب لا تأتي فرادة، تجيك دفعة واحدة. راح باع الذهب وقعد يحسبها، قال يعني إن شاء الله هاليومين ألقى لي شغل وعالج بنتي، الحين أهم شيء عندنا الكهرباء، إذا طفت الكهرباء يعني حياتنا صار جحيم. راح سدد فاتورة الكهرباء وبقى عنده كم دينار يعني يمشي أموره فيه، لكن ما تكفيه يعالج بنته. لكن الحين بعدين هم ركز، قال الحين أنا شو وديني البيت؟ أنا مسكتني أم العيال، وين الفلوس اللي بعت فيها الذهب علشان أعالج بنتي ورايح تلعب فيهم؟ شلون يعني هذا شو أقول له الحين؟ قاعد يفكر محتار، ما خايف يروح البيت، يعني يخاف يقول لها أصبري علي كم يوم، تقول له أجل ليش بعت الذهب؟ يقول له حق الكهرباء، تقول أنا ما لي شغل فيك، أنا ببيع الذهب عشان بنتي، الكهرباء أنت غصبا عليك تروح تشتغل لو تسلف لو تسوي أي شيء، بس مو تبيع ذهبي وتروح تسدد فاتورة الكهرباء. المهم قاعد يفكر طلعت له فكرة جهنمية. ايش سوى؟ خذ فاتورة الكهرباء او الليبل اللي يسمونها الفاتورة، وشفسها صغار كذي يعني صفطها، سواها مثل المربع صغيرة، وراح حق خياط عطاه دينارين من اللي عنده، قال له ابيك تحط لي هالورقة هذه وتحط لي فوقها قطعة قماش وتسويها لي مثل الحجاب. هو لازم يحتفظ في الفاتورة أيامها، يعني إذا جوك مرة ثانية يقول لك وين الفاتورة اللي سددت، يعني نظام قديم أول، فالفاتورة مهمة بالنسبة له. وكذلك طلعت له فكرة، قال يبا أضرب عصفورين بحجر، قال حق الخياط سوي لي قطعة قماش على الورقة هذه وحط ليها نفس الخيط، يعني كأنها حجاب. تعرفون الحجاب، في ناس عندها بعض المعتقدات الخاطئة إنه يحط الآيات القرآنية في ورقة ولا شيء ولا قطعة من القرآن ويحطها في قطعة قماش ويلبسها ويلبس عياله، وإن هذه تشفي، أو إنها يعني مثل ما تقولون تشفي أو إن تجلب الحظ. طبعا هذا كله كلام غير صحيح، لكن تعرفون في ذاك الوقت شوي الناس عندها المعتقدات هذه شوي غلط. هذا ايش قال؟ قال أنا أسوي هالحجاب وأوديه البيت، وفعلا خذاه وراح للبيت ولا ناطرة أم العيال معصبة، أنت وين؟ ليش تأخرت؟ قالت لك روح بيع الذهب خلنا نودي البنت نروح نعالجها. قال أذكر الله يا بنت الحلال، لحظة شوي. قالت له شنو؟ قال أنا بعت الذهب وقالوا لي حتى المستشفى ما يفيدك، لأن بصفار هذا يعني ما يعالج الأدوية. طبعا هو يبي يضحك، يبي ينصب على زوجته، يبي يحاول سكتها بأي طريقة، فكذب عليه. قال لها يبا قالوا لي إن في شيخ دين إذا سوالك حجاب البنت ساعات الطيب، وأنا رحت شريت بالفلوس الحجاب هذا وجبت لك. هذه قالت ها شيخ دين وهذا يعني سوالها يعني روبرتاج كامل عن القصة فخلاها تصدق السالفة. قالت زين عطنا الحجاب، قامت ولبست بنتها اللي هي مريم، قعدوا اليوم الثاني الصبح ولا البنت ما فيها أي شيء، صاحية سبحان الله طار منها البصفار هذا، وردت طبيعية وقامت تاكل وتشرب وكذا، والأم قامت تزغرط ومذهولة من الحجاب. مسكت زوج هذا حج جعفر، قالت له من هو الشيخ؟ قال لا الشيخ هذا قال لي أبدا ما تذكر اسمي عند أحد. قالت أوكي هذا والله شيخ المبارك صراحة. اليوم الثاني جتها جارتها، مو دروا ان
مريم اللي صار لها كم يوم مريضة وصحت فجأة، فتسأل أم مريم تقول لها شنو الدواء اللي خذيته حق بنتكم يعني؟ عشان قالت لها لا لا دواء ولا شيء، جبنا حجاب من شيخ، والشيخ هذا ما هو راضي يتكلم ويقول اسمه، وعطانا الحجاب والله دفعنا فيه مبلغ، أنا يعني بعت ذهبي كله عشان الحجاب. قالت له الله يخليك، عندي ولدي مريض وكذا وأبي الحجاب. قالت له بس ترجعين الله يخليك. قالت له أوكي، أو تعطيها الحجاب وتروح هذه وتلبس ولدها الحجاب. ثاني يوم الولد صاحي ما في شيء، طبعا هي مصادفة أو إن اختبار رب العالمين، لكن هذا اللي حصل إنها صحت، ما هو من الحجاب، الحجاب فيه فاتورة كهرباء أصلا، لكن اعتقاد وضبطت معهم هالسالفة. هذه يوم صح الولد انتشرت القصة في مدينة النعيم بالكامل عن موضوع الحجاب السحري اللي يشفي المرض يعني بظرف يوم واحد، وشيء خيالي وشيخ، والناس قامت يعني تسرد الروايات وتزيد من هالسوالف، والشيخ هذا مبارك والشيخ، ويقومون العالم يسرون طابور عند بيت أم مريم. طبعا الحج جعفر يخاف يكشف السالفة حق أم مريم، يقول لها يبا هذه فاتورة كهرباء وأنا ذهبت بعته وسدت فيه. يوم شاف إن الموضوع قال خلهم حريم وبينهم وكيفهم، أنا مالي شغل ولا لي، ما دام ما حد يدري بالسالفة خلهم، خلي يصدقون هذول ما عندهم سالفة، خلاهم. ولا والحج جعفر قامت الطلبات تزيد عنده يعني من الزباين، كل شوي جاية واحد تعال أبيك تبني لي بيت، هذا يقول له أبيك تبني لي غرفة، هذا يقول له عندي لك شغل، وانفتحت معاه الأمور. قامت هذه أم مريم تمشي وتسولف عن الحجاب، اللي جاب الرزق حق زوجي، اللي شفى بنتي وشفى ولد الجيران، والناس صارت تطلبها الله يخليك عطينا هالحجاب. قامت فعلا تعطيهم الحجاب لكن بإيجار، ولا وتاخذ عليه تأمين مبالغ خيالية علشان بس تضمن انه يرجعون له الحجاب بدون ما يتأثر ولا احد يفتحه ولا يصير فيه شيء، والناس محتاجة وعندهم مرضى وعندهم كذا، فبعضهم يدفع اللي وراه واللي قدامه علشان فقط ياخذ هالحجاب، وكانت تسوي مبلغ تأمين ومبلغ الإيجار. وصارت أم مريم عندها فلوس مالها والي، وراحت السالفة والكل قام يطلب، وقاموا يجونهم من دول ثانية على موضوع الحجاب، السوالف تتناقل بين هالناس هذه، إلى أن جت يوم الأيام أخت الحج جعفر راحت حق أخوها، قالت له يا أخوي أنا زوجتك لا تحبني ولا أحبها، وأنا ولدي مريض وأبي الحجاب هذا اللي يسولفون عنه اللي أنت جايبه حق بنتك، وامرتك ما خلت أحد إلا ما أجرت وتطلب مبالغ خيالية، وأنا حتى لو أني أجيها ولو أعطيها الفلوس ما راح ترضى، راح تزيد علي لأنها ما تدانيني وما تحبني، فالله يخليك جيب لنا الحجاب. راح قال حق زوجته، قال لها يا بنت الحلال هذه اختي ما يخالف، واللي بينكم والمشاكل اللي بينكم ما لها علاقة، الحين هي في أزمة ولدها مريض اعطيها. طبعا هو يدري انه كله كذب، لكن شو بيسوي، يبي يجبر خاطر اخته وخاطر زوجته، وما يبي يقول السر يعني يفضح نفسه، والعالم الحين صارت تتأجر شو يقول اذا انكشفت السالفة، راح هو ينفضح بعد وتنفضح زوجته اللي ماخذ إيجار من العالم، فمش الأمور. فقال عطيها يا بنت الحلال، عطيها الحجاب شوي ولدها. قالت لا أوكي خلها تجيني. راح قال الأخت روحي لها، راحت حق أم مريم قالت لها شوفي أنا بعطيك علشان الحج جعفر بس، ولا أنت تدرين أنا ما أثق فيك، لكن شوفي إيان وإياك أنك تعبثين بالحجاب هذا، ولا انك تفتحينه، ولا انك يعني تعطينه لحد، ولا تضيعينه ولا تتلفيه، انتبهي. قالت له وعد ابدا، بس يطيب ولدي
ويصحى أرجع لك الحجاب. قالت له أوكي. هذه خذت الحجاب ولبسته ولدها. يوم يومين الولد بدأ يصحصح، قالت يخرب بيت الحجاب هذا شنو؟ طبعا هي كلام مصادفة يعني. فصار عندها فضول، وهي أصلا حاقدة على أم مريم. قامت قالت أنا إلا عرف شنو داخل هالحجاب هذا. قامت فكت الخيوط وطلعت الورقة، ولا هذه فاتورة كهرباء. صدمت، راحت رجعت الفاتورة مكانها وخيطت المكان اللي فتحته بخيط مقارب جدا للخيط اللي كان مخيط فيه أول، ورجعته إلى أم مريم. أم مريم من كثر ما الحجاب هذا صار مثل الكنز عندها، مثل مصباح علاء الدين، تعرفه وحافظته عدل وتحافظ الخيوط اللي فيه. أول ما شافته قالت والله العظيم إنك فتحتي، جيبي اللي كان داخل الحجاب. هذيك تحلف له تقول له ما أخذت شيء والله. قالت لا أنت مغير الخيوط. قالت إيه نعم أنا فتحته ورديت خيطته. ليش تفتحين؟ وصارت مشكلة، وتدخل حج جعفر. حج جعفر تورط الحين بتنكشف السالفة. هذه تصارخ وهذه تصارخ، وتقول لها اللي هي أخت الحجي جعفر، قالت لها يا أم مريم يا نصابة يا اللي ما تستحين على وجهك، حاطة فاتورة كهرباء داخل الحجاب. وأم مريم شو تقول لها؟ تقول لها أنت يا النصابة يا اللي ما تخافين الله يا حرامية، بايق الحجاب وحاطة داخل مكانه فاتورة. الحين تعال فهم. وحج جعفر قاعد بينهم وحاط يده على رأسه. المهم يقوم يبطل جربات حج جعفر. قال يبا يا أم مريم ترى هو فعلا داخل الحجاب فاتورة كهرباء، وأنا كنت خايف منك وما بيك تزعلين، وقلت لك هذا موضوع الحجاب ترى كله سالفة كذب بكذب، أنا اللي مخيطة عند الخياط وجايبة لك، وما أدري شلون هذول الناس اللي قاعد يتعالجون الظهر نفسيا لما يصدقون ان الحجاب هذا يشفي، هم نفسيا يتعالجون يعني، ولا الموضوع اصلا لا فيه لا ايات قرانيه ولا شيخ دين ولا بطيخ ولا شيء. طبعا انتشرت السالفه في النعيم كلها، والناس كلها عرفت ان هذا كان مجرد خرافه، وكان مجرد يعني خزعبلات على قولتهم. في سالفة حصلت مشابهة لها، وأنا بالطار يعني ما دام إني ما وصلت المكان اللي رايح له بقولكم سالفة كانت مشهورة جدا في سلطنة عمان في تقريبا عام 2000، والموضوع ما هو قديم وفي كثير ناس يتذكرون الحادثة هذه. أن انتشر قصة امرأة تسوي علاج شعبي، والعلاج هذا يشفي جميع الأمراض، الأمراض المستعصية منها السرطان الله يكفينا شر هالأمراض هذه، السرطان والعمليات الكبيرة اللي مثلا اللي فيه القلب، اللي الدواء هذا كان يشفي جميع الأمراض. ويقولون تسوي غرشة صغيرة فيها نفس يعني نفس الماء الماي وكذا، لكن مخلوط فيه بعض الأعشاب، وهذا اللي يشفي. طبعا بداية الموضوع كان في المدينة اللي هي فيها، وانتشر إلى القرى المجاورة، وانتشر بعدين إلى الإمارات، وبعدين إلى قطر، وبعدين وصل للسعودية، بعدين وصل للكويت. العالم صارت تروح لعمان عند هالمرأة هذه طوابير، لدرجة أن المرأة هذه قامت وظفت كل عيال الحارة اللي فيها، الشارع اللي هي ساكنة فيه، هذول شغالين عندها مسوين بيتها مثل العيادة، يعني ينظمون السير، يسوون طابور حق الناس، يوزعون لك، يعطونك الدواء ويحاسبونك،
ما هي ملحقة من كثر البشرية اللي صارت تجيها من آخر الدنيا عشان يأخذون بس الغرشة، وناس تتكلم وهذا الشفاء ولد فلان، وهذا الشفاء ولد الشيخ الفلاني، وهذا الشفاء ولد الأمير الفلاني، وانتشر صيت هالمرة بشكل خيالي لدرجة أن طرت السلطات العمانية أن تتدخل في السالفة. شا الزحمة؟ هالمنطقة صارت كلها يعني صار كأنها مزار، العالم تجي بس علشان تشتري هالدواء، وصار المبلغ يعني مبالغ الدواء هذا مبلغ خيالي يعني، لكن في ناس كانت تدفع ما عندها مانع، أهم شيء يحصل هذا العلاج اللي يشفي المرض هذا المرض الصعب. من كثر ما يسمعون القصص، يوم تدخلت السلطات العمانية وتم التحفظ على بيت هالمرأة، يبوا يتأكدون، يبي يتأكدون من موضوع اللي قاعد تبيعه هذا، شنو الشراب اللي قاعد تسويه، وشنو مكوناته، وإيه أصلا شنو الشهادة اللي عندها، أو شنو الخبرات اللي عندها. صحيح إنه في علاج شعبي، لكن إيه شنو خبرتها في هالموضوع لدرجة إن الموضوع يقولك تشفي أمراض مستعصية. أجل شنو فائدة المستشفيات والطب، وشنو فائدتها إذا هذه موجودة؟ المهم حاوطوا البيت وجابوا لها ناس مختصين، خذوا عينات من الغرش اللي هي محضرتها اصلا يبي يبيعونها، ودوها للمعمل الجنائي، وكانت الصدمه. هذه شو تسوي؟ تاخذ من ماي المجاري، تغرف غرفه من ماي المجاري وتعبي بغرش، وتزيد على الماي هذا ماي المجاري بعض الأعشاب واللي لها رائحة قوية، وبعض مثل البهارات وغيرها، يعني له لذعة وله رائحة قوية بالإضافة إلى الرائحة الكريهة مالت المجاري. وأيامها الناس إيش كانوا يقولون؟ إن كل ما كان الدواء كريه وله رائحة سيئة كل ما كان علاجه أفضل، لكن بعد ما اكتشفوا أن هذه مجرد نصابة وكانت تضحك على العالم ومشربة هالناس اللي كانت تجيها من كل مكان مشربتهم ماي المجاري، الناس عرفت أن مالك غنى عن الطب فعلا وعن العلم وعن الشيء الرسمي اللي تشرف عليه الدولة. كله كلام فاضي، الحجاب اللي سالفة العلاج الشعبي، والله ضيعوا الناس. في علاج شعبي اوكي، انا اقول لكم فعلا يعني ما هو ما هو دواء، ما هو ما يغنيك مثلا عن الدواء اللي هو الرسمي مال العلاج الطبي وكذا، لكن في بعضهم يخترع ادوية مثل تعرفون الحواجين وهذول العطارين اللي يضحكون على البشرية، ولا مرات واحد يسوي نفسه مطوع ويقول لك أقرأ لك على ماي وانت تعالج فيه. لا، انت تقرأ على الماي افضل من اكثر من اكبر شيخ. فالتجارة فيها الامور هذه دائما يكونون فيها النصابين واصحاب النفوس الضعيفة اللي يستغلون العالم. الله يكفينا ويكفيكم شرهم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.